اتفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والحاضر مع المتهم الأول دفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار كما دفع بانتفاء ظرف الترصد ودفع أخيرا بانتفاء ظرف الاقتران وذلك لانتفاء نية القتل في جريمة الشروع في القتل المقترنة بالجناية الأصلية. تقصد إبراهيم يعني؟ أيوة فندم. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، أقدم لدفاعي بما تعلمناه فقها من أستاذنا الأستاذ الدكتور رمسيس بهنام في كتابه المجرم تكوينا وتقويما، حينما سطر قائلا أن مؤتمرات العدالة العديدة استقرت بأساطين الفقه الجنائي على أن سداد أي حكم أيا كان موضوعه الذي يحتويه ليس معلق على أسبابه بقدر ما هو معلق على فهم المحكمة للواقعات، وإلا هبطت الأسباب على غير محل غير مهيئة الدواء للداء، وتزداد تضعيف الشكوى ويزداد جرح المكلوم غورا مسارعا لنجدته بأي من طرق الطعن الذي يبتغيه. وهذه القاعدة الفقهية العظيمة قد استقر قضاؤكم الجليل على أن للمحكمة كامل السلطان في استخراج الصورة الحقيقية للواقعة غير مقيدة بما ورد بأمر الإحالة، وغير مقيدة بما ورد على لسان شهود الإثبات، وغير مقيدة حتى بدفاع المتهمين أو المتهمين في الأوراق أو في محضر الجلسة. فملاك الأمر كله يرجع إلى يقين ووجدان المحكمة الطيب الطاهر. هذا هو الأساس الذي يرتأي الدفاع الدخول إلى هذه الواقعة، فلا يناطح الدفاع وإن كان هو الحاضر مع المتهم الأول في حدوث واقعة القتل. واقعة القتل لا نماري فيها كما أسلفنا، ولكن شهدت بها الوقائع الأوراق كما ارتأينا. ولكن الدفاع قد ارتأى أنه وإن كانت واقعة القتل قد شهدت بها الأوراق، إلا أن الظروف المشددة التي أدرجت بأمر الإحالة ليس لها أي ظل بالأوراق على الإطلاق. وآية ذلك أنه بخصوص ظرف سبق الإصرار أنا سبت الدفوع العام سبت الإصرار والترصد سبت يا فندم، سبت انتفاء الظروف المشددة. حيث أنه بالنسبة للظرف الأول وهو ظرف سبق الإصرار، حينما أردنا استيضاح الأمر بخصوص هذه الخلافات المستحكمة بين المتهمين وأشقاؤهم وبين المجني عليه رحمه الله، والذي أورى بالأوراق شاهد الإثبات الأول وشاهد الإثبات العاشر السيد مجري التحريات، على أن هذه الخلافات عمرها ما يزيد على 10 سنوات، وذلك حينما احتواها هذا المحضر في 2013 يا فندم، والذي اتهم فيه شقيق المتهمين الماسلين المجني عليه رحمه الله وبعض من أقاربه إلى الذهاب إلى منزلهم وإشعال الحريق فيه على النحو الذي ورد بالمعاينة المسطرة طي هذا المحضر، والذي تم حرق منزل هؤلاء المتهمين المتهمان وزويهم، وتم إتلاف محتويات المنزل
واتهم شقيق المتهمين الماسلين المجني عليه رحمه الله بإطلاق عيار من فرد خرطوش على القفل الخاص بالمنزل، مما أدى إلى فتح القفل ودخول باقي من صاحبه المجني عليه رحمة الله إلى المنزل وإدرام النيران وإتلاف محتواه على النحو الثابت بهذا المحضر. ولكنه على نحو ما قرر شاهد الإثبات الأول الذي مثل بأنه عقد جلسة عرفية بين الطرفين وقتها وقام بالتصالح وإجراء تصالح بين الطرفين، إلا أنه واستنادا إليه هو في أقواله بتحقيقات النيابة العامة قرر بأنه من تاريخ هذه الواقعة وأن المشاحنات بينهما نعم يا فندم نعم وأن المشاحنات بينهما لم تنقطع أبدا على هذا النحو الذي أورى، حتى إذا ما تقدم إليه المجني عليه رحمه الله على نحو ما أورى أيضا هنا بمحضر الجلسة بأنه ذهب إليه للقول بأن هؤلاء الناس هناك مشاكل ومستحكمة بيننا وبينهم، فنريدك أن تعقد جلسة عرفية لكي يتم التصالح بيننا وبينهم على نحو ما قرره أيضا بتحقيقات النيابة العامة وعلى نحو ما قرر بمحضر جلسة اليوم على هذا النحو. هذه الوقائع حينما أورى هو عنها قال بأنني كيف هناك مشاكل قد حدثت وأنا طلب مني الصلح، طلب مني عقد جلسة صلح ناتجة عن حدوث المشاكل بين الطرفين والمشاجرات والمشاحنات الدائمة بين المتهمين الماسلين وذويهم وبين المجني عليه رحمه الله. معنى ذلك أن هذه النفوس قد أشربت بالعصبية، وأشربت هذه النفوس بكم كبير من عدم الاتزان والثورة الانفعالية النفسية طيلة 10 سنوات حسب ما أورى الشاهد، ولا نؤول لأقواله قولا، ولكن هذه هي حقيقة الواقعة، لأن هذا الشاهد كما أورى شاهد الإثبات العاشر مجري التحريات هما اللذان فقط في قائمة الشهود قد أوريا الواقعة بظروفها وملابساتها التي أحيطت بها، أما باقي الشهود الآخرين 8 شهود رأوا واقعة القتل على النحو الذي أوروه فقط، رؤيا للواقعة حسب ما حدثت، ولكن هؤلاء شهدوا بالملابسات التي أحاطت بالواقعة وتاريخ العلاقة بين المتهمين وبين المجني عليه وزويهم على هذا النحو الذي أورى به. هذا يؤكد بأن تلك المشاكل وهذه الثورة النفسية والانفعالية والعصبية التي انتابت هؤلاء المتهمين المتهمين الماسلين وزويهم جراء سلوكهم مع المجني عليه ظلت نفوسهم هائجة مائجة افتقدت إلى شرط الروية والطمأنينة الذي يستلزمه ظرف سط الإصرار على النحو الذي تعلمناه منكم قانونا وفقها على نحو ما سطرتموه بأحكامكم، حيث شهد حكم خالد لأستاذنا الأستاذ عبد العزيز باشا فهمي شيخ القضاة ونقيب المحامين الذي عمل وشرفت به المحاماة حينما وهو أول رئيس لمحكمة النقد، حينما كانت موضوع قضيته التي سطر فيها عن سبق الإصرار هو ما يعرف بقضية مأمور مركز البدائل. نعم يا فندم ولا أضيف إلى علمكم ولكني أنهل وأرد بضاعاتكم إليكم، حينما قرر بأنه على هذا النحو قتل الفلاح للمأمور لم يكن حاله قد استقر وأنه لابد أن التراب لا يشرب. نعم نعم يا فندم نعم هكذا قال بأنها نعم فترة 15 عاما أقر الحكم بأحرف من نور بأن صورة دهس الضابط بقدمه لوجه أبيه وقص شاربه وتعذيبه أمامه لم تفارق المتهم طيلة 15 عاما كانت تقض مضجعه ليل نهار وتنتابه في طعنة كرامته وطعنة كرامة أبيه، مما جعل نفسه قد افتقدت للهدوء والروية، فلا يشترط فيه طول المدة على النحو الذي أوري به
ولكن لا بد من وجود الطمأنينة والروية، وقد افتقدت النفس هنا الهدوء والروية كما افتقدت نفس هذين المتهمين هذا الهدوء وهذا الروية، حسب ما سطر شاهد الإثبات الأول والعاشر من أن المشاكل كانت قائمة بينهما وبين المجني عليه رحمه الله طيلة العشر سنوات أيضا. إذن في كل ذلك كان يحدث في كل يوم مشاجرة، وكانت النفوس تنتابها العصبية وتنتابها ما يعكر طمأنينتها وما يسير حفيظة أهلها على النحو الذي أوصلهم إلى ارتكاب الواقعة على هذا النحو، حيث شهد المتهمين المتهمان الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة بأنه رحمة الله عليه كان دائما أيضا حينما تحدث هذه المشاجرات طيلة هذه الفترة ما يقوم بسبهما والبصق عليهما وعلى باقي أشقائه وعلى والدتهما مما دعاهما إلى اقتراف الواقعة على النحو الذي صورت به. وإن كان ذلك هو قول هذين المتهمين فإن المحكمة في منطق الاستخلاص لها أن تعلمنا كما علمنا الإثبات في ذلك بأن المحكمة لها أن تأخذ بقالة المتهم في تحقيقات النيابة العامة وفي الأوراق وتترك ما عداها إذا ما رأت بأن هذه الأقوال لها معينها الثابت بالأوراق وأنها تلتئم مع أصل الحقيقة وحدوثها. هذا هو منطق الإثبات الذي تعلمنا منه أو تعلمناه من قضائفهم المبجل. فإذا ما كان المتهمين قد شهدا على نفسهما بتحقيقات النيابة العامة باقتراف الواقعة على النحو الذي صورت به على هذا النحو، وقالوا بأننا اقترفنا الواقع على هذا النحو الذي سطروه، ولكنهما قررا بأن سبب ذلك أن ذلك نتج عن أنه كان رحمة الله عليه المجني عليه يقوم بسبهما وسب والدتهما على هذا النحو وسب أخاهما الأكبر الذي رباهما على نحو ما قررا به بتحقيقات النيابة العامة، فإننا من المطلق العدالة ومنطقها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نأخذ بما أقر به وتصالح مع نفسيهما في الإقرار بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة وننحي إقرارهما بالظروف المشددة التي قيل مما رووه في هذه الأوراق ما ينفي عنهما هذا الظرف وما كان باعثا لديهما لارتكاب الواقعة على هذا النحو الذي أوريه. ثانيا، إذا ما تطرقنا للظرف الثاني وهو ظرف الترصد، فإننا كما تعلمنا قضاء يا فندم ظرف الترصد هذا ذو طبيعة عينية، أي أنه له علاقة بالمكان الذي قد يتم فيه أخذ المتهم غيلة وغدرا. إذا ما كان المتهم قد تربص له في مكان لا يعلم المجني عليه خباياه وزواياه، فالعلة هنا في المباغتة والغدر، ولكن ذهاب المتهمين على النحو الذي أوري بالواقعة من قبل شهودها إلى مسكن المجني عليه رحمه الله والمرور أمامه على نحو ما قرر بأنهما كان ذاهبين للعمل، فوجد المجني عليه واقفا أمام منزله وارتقبت الواقعة هناك أمام منزل المجني عليه رحمه الله، فإنه قد انتفى ظرف الترصد ذو الطبيعة العينية الذي ذكره لنا أستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور أفندم في الوسيط في قانون العقوبات طبعة 2016 طبعة نادي القضاء، حينما قدم مثلا وحكما لمحكمة النقد خالدا في ذلك، حيث أورى بأن ذهاب المتهم إلى حيث سكن المجني عليها نعم يا فندم وصعد إلى منزلها فدخل إلى حظيرة الدواجن فنظر إلى شرفتها فوجدها مستلقية على سريرها فدلف إلى هذه الغرفة وقام بقتلها، فإن ذلك لا يمكن أن يؤكد ثبوت ظرف الترصد المنصوص عليه لأن العلة هنا في المباغتة قد انتفت. نعم هذا بالنسبة لظرف الترصد على النحو الذي أوري بالأوراق، وكما قلنا إن شهدت الأوراق بالواقعة فإن شهادتها لا تقل عن هذه الشهادة بانتفاء هذه الظروف المشددة قولا واحدا حسب رؤية الدفاع وتحت مظلة رؤية محكمته بالطبع، فهي الأعلى والأقيم في تقييم ذلك.
واصبح الاخر بالنسبه للظرف الاخر يا فندم وهو ظرف الاقتران. اذا ما نظرنا الى الواقعه على هذا النحو وهو من الظروف المشدده، ظروف واقعه قتل المجني عليه الذي اتهم فيها هذان المتهمان، وواقعه الشروع في قتل المجني عليه ابراهيم عبد المنعم حسب ما اوري بالاوراق، ماذا حدث من اصابه بالمجني عليه ابراهيم عبد المنعم؟ حينما ذكر ذلك قيل بان الضرب قد جاء بالساعد الايسر للمجني عليه او الساعد الايمن للمجني عليه ضربه بها جرح 3 سم، وتم عمل غرز لان هناك قطع في الاوتار. وقيل في اخر التقرير الطبي، فهو لم يعرض على الطب الشرعي، بان هذا التقرير الذي اثبتت به الاصابه على هذا النحو قال بان الحاله مستقره. اذا لم يكن هناك من المتهمين او المتهمان الغائبان أنهما قاما بطعن المجني عليه في واقعة الشروع في القتل في أماكن قاتلة بطبيعتها، أو أنهما والا الطعن على جسد المجني عليه بغية إزهاق روحه على هذا النحو. هذا ما هو ثابت في الأوراق، هذا ما تخبرنا به الأوراق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجافيها. فكما سلمنا لها بالواقعة الأم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشهد الأوراق أو نسلم بأنها شهدت بتوافر هذه الظروف المشددة. ومن هنا إن حلت نية القتل في هذه الواقعة وأصبح لا ظل لها في الأوراق، لأنه لم يتم توالي أو موالاة الطعنات على المجني عليه المشروع في قتله، ولم يتم الطعن له في أماكن قاتلة بطبيعتها، فأصبحت الواقعة هي واقعة محاولة ضرب المجني عليه في هذه الواقعة لمنعه من الدخول وفض المشاجرة على النحو الذي أوروا به. ولو قال أحد المتهمين بأنه من سيتدخل سنقتله، إن ذلك تستخلصه المحكمة بمنطق الاستخلاص، لأن ذلك يحدث في الوقائع. إذا ما كانت النية منعقدة على الدخول في مشاجرة مع أحد، فإنه إذا ما تدخل آخر، يقول الناس إذا ما تدخل أحدا لفض المشاجرة سنقوم بقتله. لماذا؟ خوف وإرهاب له لعدم الدخول وترك الأمر منهم إليه. هذا منطق الاستخلاص الصحيح الذي علمنا القضاء إياه. على هذا النحو قد انتفت وبيقين، كما كان الدفاع صادقا مع نفسه ومتصالحا معها وغير مهدرة لحق المجني عليه فيها، وحتى تحترم المحكمة دفاعه حينما يبديه، لأننا ما جئنا لضياع حقوق، ولكن جئنا لإقامة عدل تقيمون أنتم صرحة في مثل هذه الوقائع، وذلك حينما نقول بنفي الظروف المشددة التي صاحبت الواقع في أمر الإحالة على هذا النحو، وإنني والحال هكذا. إذا ما تم استبعاد تلك الظروف وفق دفاع المتهم الذي المتهمين، إذا ما لاقى صدى وقبولا لدى محكمته، فإنها ترد الواقعة إلى المادة 234 وهو القتل المجرد من كل ظروف مشددة فندم. وبالتالي فإنه وإذا ما كان الحال هكذا، فإن الدفاع يلتمس وبحق من عدالة المحكمة ووفقا للظروف التي لابست الواقعة وقد طالعتها المحكمة في الأوراق أكثر من هذا الدفاع، بأن تستعمل المحكمة ما خوله لها القانون في استخدام المادة 17 عقوبات فندم، وأن تنزل بالعقوبة إلى الدرجة التي تراها. أشكر لعدالتكم حسن الاستماع وفسحة الصدر، وشكرا جزيلا فندم على حسن الاستماع وفسحة الصدر. شكرا.